بسبب الحق زويل ديال الرباط، ولكن ناقصه هذا الشيء المرافق الصحيه. ما كاين لا مراحل لا فين تدوج لا فين تبدل تغير حوايجك، ولكن مع الاسف مع الاسف الشديد خصو يكون احسن بحال حيت الرباط العاصمه مدينه الانوار. خصنا يكون ما شاء الله البلاج يكون جميل جدا، فهمتي، ونتمناو ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويقدوا لنا هذا الشيء ويديو لنا الناس فين يرتاحوا وفين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.